انت حطيتي زعتر وريحان؟ حطيت ريحان، حطيت سان دراي توميتو. ايه؟ الاول حاجه حطيت قطعه زبده وحطيت الفراخ، وبعد كده رفعتها، نزلت بالمشروم، وبعد كده نزلت بالفراخ معاها، قلبتهم مع بعض عشان يدي الفلافر الحلو. حطينا شوربه تقريبا نص كوبايه شوربه ونص كوبايه كريمه بس. حطيت لكم بقى التوابل الخفيفه عشان ما تبقاش حاميه عليكم. ان شاء الله تعجبك يا رب. ده هتعجبني ان شاء الله. بجد. انا بنبسط جدا، ما اعرف ان انت جايه وما بتخيبيش ظننا بصراحه. ربنا يخليك يا حبيبتي. ما انا هدوق بس. هتنبسط هتنبسط جدا. انت عارفه في اجراءات. في اجراءات. ايه الاجراءات؟ ما هو بيصوروا، ما هو ده الطبق بتاعي على الهوا، انا ما اقدرش اهوم ناحيته. لا خفيف، هيعجبك قوي يا جماعه. لازم تجربوا يا جماعه طبق شيرين فؤاد، باستا بالفراخ والمشروم. يلا بقى خلاص. فكرت بقى النهارده كمان اعمل لكم حلويات لذيذه. ما انا عملت والله عملتها جوه. الجديد بقى اللي فيها اني حطيت لكم مستكه في اللبن، مستكه انا بحب طعم المستكه قوي، وفص واحد حبهان، فبيدي تعرف الطعم العربي الحلو قوي ده. يا عيني يا عيني. لا قول لي رايك بصراحه. حلو قوي. والله حلو الف حلو. وشايف تسويه الباستا عامله ازاي؟ على دنت فنان، على دنت. انا بترعب منه، ببقى خايفه منه. هو مرعب. ليه؟ عشان بتحب الاكل قوي وبتفهم في الاكل قوي، بس فلازم. انت حظك حلو، انت حظك لازم... حلو النهارده. هقول لك ليه. علشان في جزء لسه انا التذوق مش باين قوي. يعني قصدك ايه؟ لا لا قصدك ايه؟ المشكله فيا انا فيعني قصدك لو انا مش عاجبك. لا بالعكس. لا على فكره، بس ناس كتير بتترعب منك، انت مرعب جدا. لا لا لا، هو اصل عشان برافو عليك يا ابو ساينا، انت يعني صدق قدام استاذ جمال. عشان جمال بيحب الاكل. انا مرعب. مش فاهم مرعب ازاي. يا مرعب. لا انا عارفه كويس قوي ان هو بيحب الاكل وبيتذوق الاكل، مش اي حاجه بتعجبه يعني. قوي. لا وسافر كتير وده كتير واكل في ريستورانت كتير وشاف كتير. هو بيصلح لي الجميت تاني. لا بس حلوه. حلوه الباستا. حلوه الفن. ومش هتتعبك. انا بص، انا مهم عندي قوي في الاكل انه ما يتعبكش بعد ما تاكل. دي الميزه، انك ممكن تاكل وانت تبقى مرتاح ومبسوط. انا مره اكلت توم بالليل ومش عايزه اقول لا انسي. لا لا انسي. انا تعبت قوي ثاني يوم. بس بصوا يعني، يعني اخر اقصى حاجه ممكن تعملوها معلقه زبادي، بيضيع اي مشكله في الصيام يعني. او اللبن الرايب. اللبن الرايب هايل بالليل يعني، اللي فيه الخمائر الهاضمه. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.